واجد دوزو عليه قمم تاع انرجي خلصتو دوزو تو احنا ماشي البريناز اكو ايه دونك انت عمر مصور مره تمشي ايه اعطينا شنو شوفوا هاد شنو الناس شنو السلفية شنو النصايح شنو اسكو سي اوفير تو الموند وشنو الاهميه نتاعو في الثقافه نتاع الجربه. الوغ البيلغيناج نتاع الغريبه سي ان دي بيلغيناج دو كوميونيتي معناتها جويف في جربه ولكن في العالم الكل يجي وخاطر البيلغيناج يجي في وقت نتاع اعياد بعد الفصح وبعد اعياد واحد وبعد هو فما عيد واحد اخر فالبيلغيناج سي اون اكتيفيتي كي سو فات في الغريبه وفي الفندق نتاع الغريبه اللي هو سي لو فات دو سيليبري ان دي غابان معناتها هي بين الحاجات اللي في وسط وكل شيء وفما سورتي نتاع المينرات وفما برشا حاجات دي اكتيفيتي انتريسونت لي كونساي دو باز باش تخدم الحاجه هذه كل شيء سي توجور دو دوموندي ام تيت هكا دوكيومونطاسيون تحملها قبل ما تمشي. Et la deuxième chose très importante, c'est que tu me dis, tu sois attentif. Tourzer ou tchouf, c'est intéressant de participer dans tout avec le respect des lieux, le respect des activités. Mais ainsi, tu as le cas où tu as une participation, tu as un détail, tu as une étape. Et c'est très intéressant de parler de la logique. Donc, اي واحد لازم يمشي للغريبه انا مش لازم يكون انا هو بيان سور اي 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 نسك اي حاجه ريتوال وكل شيء نجم نخدموا عليها من العالم الكل نمشي ونشاركوا لي كونديسيون هما سهلين يفو ريسبكتي لوتر دون سي ريتوال دون سي سي ديتاي وكل شيء ما نجموش ندخلوا جوست باش نتفرجوا كدي سبيكتاتور يفو تيتر دي بارتيسيبون سي كوم ليكزيستونس دان انثروبولوج سور ليو انت باش تكون دون لو ريسبي ميتوال دو لوتر دون سي براتيك دون سي كونديسيون اسكي intéressant c'est que toute l'humanité on a des pèlerinages on a pas mal d'activités que tous les humains peuvent participer vraiment et peuvent voir mais les marqawat l'essai ou l'ihtiram l'insani l'amal اللي قاعد يصير قدامك والمشاركه اللي هي تكون مشاركه معناتها تقريبا ذات ضوابط شو معناتها شنو سي كوا الضوابط الضوابط اللي هما تحترم شنو مطلوب منك في اللباس تحترم شنو مطلوب منك المشاركة أو لا مشاركة في الفعل الطقسي أو في الديني اللي قاعد يصير فهذيك علاش أنا عندي هنا بالنسبة لينا كل شيء تنجم تشارك فيه مع كان تحترم المجموعة اللي قاعدة تصير والعادات والتقاليد اللي قاعدين يصيروا تكون معناتها تكون مرحب به وتنجم تفهم برشا حاجات سي بور سا ناخذ ديما المثال نتاع الانثروبولوج خاطر الانثروبولوج هو كي يجي لبلاصه ما يلزموش يبان ما يلزموش يكون حتى فاعل ولا مش فاعل لازم يكون موجود فقط من اجل ان يكون عين يشوف في الطقس يفهم فيه ومن بعد نرجع نحكوا على شنو صار ونسالوا التاريخ ونسالوا التعاريف ونسال زاد حتى العباد غاديك علاش تعملوا هكا علاش تعملوا هكا كل شيء فالغريبه كيفها كيف اي معناتها طقس ديني نجم يصير في مثلا في النوال في 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 راس العام الميلادي في في تونس معناتها ليكليس دو سان سيبريان في تونس الناس الكل يمشيو يشوفوا ومفتوح للعموم كيف كيف نهار قراءه الهمزيه يوم المولد النبوي الشريف موجوده في جامع الزيتونه معناتها قراءه القصيده الكتاب هو مش قصيده لكن الناس الكل تشارك فيه وتحاول تتعرف على كيفاش يصير في تونس وكيفاش نعملوه كل شيء Aishak. Thank you. Aishak. Island is actually having three lines of mosques. The first line of the mosque, what we call coast mosques, they are what we call in the Amazigh word, Eit Mujmot. Eit is like the one having flame part. Why? Because when you are in the links or in the coast of the island, you will see how is coming to the island, so you need to alert other people around. After the sur l'écoute, on va trouver ce qu'on appelle les êtres morts. C'est très simple. C'est les mosquées qui ont des grandes porte-flammes. Pourquoi? Parce que on est sur les côtes, on voit les bateaux qui arrivent, on allume du bois, on met de l'huile d'olive et ça va donner ou du grand fumée pendant la journée ou de la grande lumière pendant le soir. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Djerba, qui est à 514 km², on trouve plus que de 372 sites de musulmans. Pourquoi? Parce que l'un se pose juste à côté de l'autre, et quand un fait l'alerte, les autres feront le même alerte. L'alerte, il se propage par le feu, la fumée, les tambours et le rita. C'est un instrument de vent qui est... C'est très fort, une rita qui est en bois et qui donne des voix aiguës. Il n'est plus dans notre village. Et on ne tue pas. Et on ne tue pas.
ثم مقابر بونية ولا بونية بونية تحت الأرض. سلسلة المقابر هي متواصلة من هنا اللي ما نعرفوش شوية، فما كلك تحلوا الباقي مازال مسكرين. ولا اللي ثم دي بيرسون معين سوبسوني اللي هم حفرهم ولا غصمهم، مي سي سوبر انتريسون. اي وسي كتلاحظوا سي ميم با سي تاكولوجيك بروتيجي. لا عساس لا بلاك لا حتى شيء. ما بفهم ما بتعرفهم اصلا. Parce que c'est un simple cimetière.